نرجع مره على موضوع الموصل. نعم. الموصل قلت ليش انه هوايه قدمنا دماء اصلا حتى نرجعها، اكيد هوايه طبعا قدمنا شهداء، قدمنا تضحيات طبعا، الله حتى يرحمه. ترجع لاحضاننا. اكيد التضحيات كانت من ضمن ناسها، وايضا تضحيات من كل اطياف الشعب العراقي ومن كل المحافظات. ابن البصره فزع وراح للموصل حتى يحررها، من مثل الشهيد الله يرحمه احمد المهنا وكثير من الشهداء، يعني احتمال ما تحضرني اسمائهم. يعني الف رحمه ونور تنزل عليكم. نروح نشوف هذا الفاصل وبعدها راجعك. ورجعنا لكم مشاهدينا، والله يرحم كل شهدائنا واللي ضحوا بدمهم من اجل هذا الارض وهذا الوطن، ومن اجل انه يخلونا نعيش ونطلع بامان ونتحرك ونشاقة ونضحك. طبعا الله يرحمهم الف وربي رحمه يرحمهم ونور ان شاء تنزل الله ويبعد عليهم، عنهم كل مكروه. الف رحمه ونور تنزل على كل شهدائنا والله يرحمهم ان شاء الله. سواء ان شاء الله.